التقيت كتير. بيهم ولا لا يا استاذ رياض واحمد ماهر الكابل ده؟ طبعا يعني كان انا التقيت باستاذ رياض. استاذ احمد ماهر ما معهم؟ كانش ليا شغل معاه للاسف، بس انا اعرف استاذ احمد ماهر هم كانوا جدا. عمالين ينطحوا في بعض الاثنين طول العمل. واستاذه غاده طبعا قابلتها كتصوير وكلوكيشن، دي كانت برضو من الحاجات الحلوه قوي بالنسبه لي، انا بحبها على الصعيد الشخصي اصلا يعني. طب انا اما فان يعني، فكان حاجه حلوه قوي عظيمه، انا بنستناها طبعا من العمل للعمل. انا كنت مبسوط ان انا شفتها. كمان العدد ده قصه. محمد علاء كان ليك مشاهد معاه؟ محمد علاء لا ما كانش ليا مشاهد معاه، بس انا اشتغلنا في الدايره زمان مع بعض. بالظبط. ابتديت في حاجات كتير عارفينها وعارفين تاريخك طبعا، لكن بس ما التقيتوش هنا في العمل ده. لا العمل ده لا. كامل العدد بقى بالنسبه لي دي حكايه اسره، حكايه عيله يعني. احنا عيله فعلا من الجزء الاول، والموضوع اتكون واتبنى وخلاص. بيبقى من احلى الايام لما اجي رايح تصوير اليوم بتاع كامل العدد ده، بالنسبه لي من احلى الايام. ايه المشهد اللي في كامل العدد كنت عامل له حساب قوي برضو وفكرت فيه قبل ما نشوف كده مشهد منه؟ المشهد اللي بيني وبينها بيني وبين سمر علام، لما بتخانق معاها في البيت عشان خاطر انا شاكك فيها والتليفون والكلام ده. ده كان مشهد كنت عامل حسابي عليه جدا، لانه ماستر سين، وانا كل الوقت بالنسبه لي كوميدي، فلما تيجي تعملي ماستر سين لازم الناس تتفاعل معايا. والحمد لله ده حصل. انت شخص شكاك بطبعك؟ انا عامه لا خالص. ده انا مشكلتي ان انا بدي الامان بزياده، من كتر ما بدي الامان بزياده في الاخر بضحك عليا.